باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا خدنا فيه قاف كاف لام ميم نون، هناخد النون لسه. غرس الفضائل شايفها مهمة لخدام مدارس الأحد وللآباء وللجدود. على فكرة أنا لما بقيت جد اكتشفت الجدود دول ليهم دور مهم الحقيقة، لأن فعلا ساعات الآباء والأمهات بيبقوا مشغولين زيادة مش بيركزوا. وفكرني ده لما بولس قال الإيمان بتاع تيموساوس سكن أولا في جدتك لوئيس، فجدته لوئيس كان ليها دور قبل أمه أفنيكي، لأن الكبار بيبقوا برضو ابتدوا يشوفوا الدنيا صح فيركزوا في الحاجات الأهم، أكل وشرب وعلاجه بتاعه ماشي، لكن الحقيقة الفاليوز دي أخطر. فأي جد وأي جدة ليهم دور في الحتة دي، واي اب واي ام، وكمان طبيعي خدامنا في مدارس الاحد وفي الكوتشنج وفي الحضانات وفي الشباب. النون ناخد فيها ايه؟ عجبني نشاط، معلش لان طلع لنا شويه تنابله في زمن ده، فخلينا ايه نتكلم غرس فضيله النشاط. النشاط فعلا فضيله تغرس في الطفل، لانه في طفل يبقى كسول زيادة لو سبته ومعدلتش سلوكه يفشل في حياته، لأنه تعود يبقى كده إيه يعني مش عاوز يتعب. هنا غرس فضيلة النشاط تاني بيمشي في الثلاثي المهم، القدوة الحوار التأديب. بمعنى إيه؟ يعني طفل شايف أبوه وأمه مش بيصحوا للقداس، كسلانين، طبيعي هيكسر، وأول في سن الشباب مش هيدخل كنيسة تاني وهيمشي في إدمان وإلحاد وبتاع، كل ده بسبب الكسل. لو هما نشطة ويوم القداس نصحى بدري ولازم، هيتغرس فيه إنه لا لازم نصحى بدري ولازم نروح الكنيسة بدري ولازم نقف شمامسة نشاط. النشاط ده انعكس عليه، ونازلين الفسحة بنشاط، ونازلين الرياضة بنشاط، ونازلين الخدمة بنشاط. النشاط بيتنقل والتنبلة بتتنقل، كسل طبعا بيتنقل برضه. في عيلة كده تلاقيهم كلهم ماسكين ريموتات، وكل احد قاعد على كنبة وقاعد على سرير وعايشين بالريموت ومستنين حد يجيب لهم المية. طبعا ده خطر جدا، ده عيلة دي مش طبيعية. وفي عيلة بطبيعتها تلاقيهم مهايبرين يعني very active. طبعا دي حاجة كويسة، لانه احنا هنعيش كم مرة عشان نقعد كده؟ لازم الواحد يستفيد بالكام يوم اللي عايشه. طبيعي النشاط هنا عدو الاساسي الرخاوة، الكسل، البلادة، كل المعاني اللي من النوع ده. طب ازاي نغرس النشاط؟ اولا ربنا يسوع نفسه نشيط، يعني كونه اشتغل نجار في قرية معناه نشيط، كونه كان يصحى بدري ده معناه نشاط، كونه ساعات يسهر ده معناه نشاط، ده كل ده كتب في الانجيل. كونه يومه كان طويل ممكن يتنقل من قرية لقرية يبقى شخص نشيط. إذا المسيح كقدوة يتسم بالنشاط، فده أولا موديل كده، يعني مثل أعلى لينا أن ربنا يسوع في تجسده كان نشيط جدا وبيعمل حاجات كتيرة في نفس اليوم. القدوة قلنا تنعكس من أب وأم، الأم النشيطة يطلعوا عيالها نشطة، البيت يتنظف كتير، يبقى فيه ماما بتعمل طبيخ، بنزور ناس، والأم النشيطة تقدر تعمل البالانس بين صلواتها وبين بيتها وبين عيالها وبين خدمتها، وإن كان في شغل تقدر تعمل ده كله لأنها نشيطة. وفي أم لو بند واحد من دول بس تفضل تشكي طول اليوم، يوه لسه هنطبخ، نطبخ ده لسه في شغل ولسه في خدمة ولسه في عيال، إيه المشكلة يعني؟ اليوم مبارك 24 ساعة. يبقى قصة النشاط دي بتبان قوي في الكبار وتنعكس على الصغيرين. وتاني احنا بنقول احنا اللي نصلح نفسنا في الحتة دي. طبعا النهاردة عدو من اعداء النشاط الفظيع الكمبيوتر والموبايل، لان ده بيتيس الواحد لمؤاخذة في التعبير، بيفضل قاعد كده بالتلات اربع ساعات جسمه باص كده، لانه فين الحركه حتى. وطبعا ده اخطر على الصغير على فكره، يعني الصغير يتاذي اكتر
صغير لازم يجري ولازم يتحرك ولازم يشيل ويحط عضليا ونفسيا، دي مهمة قوي. الأجهزة دي زودت الاكتئاب في العالم كله ونزلت الاكتئاب لمراحل صغيرة، وأصبح في إدمان الميديا. يوم الاثنين عندنا مؤتمر مع قداسة البابا اسمه إدمان الميديا، تصوروا لما يبقى مؤتمر، أول مؤتمر من نوعه في مصر اسمه إدمان الميديا، مش إدمان المخدرات لأنها ظاهرة مزعجة جدا. فلازم الواحد هنا يحط قواعد للأجهزة عموما، لنفسه لعياله من بدري. أنا شوف كنت في ندوة في نيويورك واتفقوا كلهم، كانوا بقى آباء وأمهات وشباب، وكان خناق لغاية نص الليل، وألف واحد أو 1500 مثلا، والحوار كله كان عن الجيمز والميديا والسهر والشغلة دي كلها، وكلهم طلعوا بتوصيات معقولة، إنه الطبيعي إن يتحط رولز، يتحط قواعد ويتحط حدود ومتفقين، وإلا كله هيضيع. فلما تكون تلاقي ابنك قاعد على الفيسبوك لغاية 5 الصبح، ولا طب ما خلاص باظ كده، ده هيدمر، ده خطر عليه جدا، لأنه بعد شوية بعد الجيمز هيدخل في حاجات وحشة. ما هو ده تحصيل حاصل، الكسل بيفتح على جهنم بعد كده. لكن لو هو بقى نشيط وبيلعب رياضة وبيذاكر وبيحفظ مزامير ومشترك في كورال الكنيسة وعنده المهرجان وبيساعد ماما في البيت وبيتحرك، ده طفل طبيعي هيطلع ناجح وسوي وحلو. يبقى أولا قدوة الأب والأم، اتنين كنترول الميديا، ده أساسي عشان نمنع الكسل المرتبط بالأجهزة عموما. كمان الحوار، يعني ايه لما بتدي برضو في حواراتك او قصصك مع اولادك حكايات ناس نشيطة، النشاط كمان مرتبط بالاجتهاد عموما. الفلاح نشيط، مثل الزارع ده نشيط، الصياد نشيط، الراعي نشيط، اي صفة من الصفات اللي استخدمها المسيح دي، تلاحظوا ان قصة النشاط دي اساسية. وبعدين تربط النشاط بالإنجاز والنجاح، فيقتنع الطفل إنه لو نشيط هيكافئ، الدنيا هتكافئه قبل ربنا، هينجح هيتفوق لأنه مجتهد ونشيط. لو كسل محدش هيعرفه، هيتركن على جنب، هيفشل في حياته. تخوف عيالك من الكسل وتحببهم في النشاط، التحفيز ده يغرس القيمة جواه. نفس الوقت شايفين أنشطة تسمح بالنشاط، دي مأساة من مآسي مجتمعنا دلوقتي، خروجة أي شباب يعملوا إيه؟ مأساة على فكرة، ده خطر جدا على مجتمعنا، إن أي شباب يتلموا هنعمل إيه النهاردة؟ إيه اللي هيتعمل؟ مفيش جديد، هناكل فين؟ طب شباب كل اللي شاغلهم هناكل فين؟ مفيش نشاط يتعمل، مفروض إنه أي بلد تانية بقى، هنلعب ايه، هنروح في انهي حتة، نعمل مش عارف كامب في ايه، افكار كتيرة قوي. موضوع الاكل ده بيجي نمرة 10، انما احنا عندنا نمرة 1 ونمرة 10 ومفيش حاجة في النص. طبعا دي بتطلع جيل من الشباب ملوش، مش عاوز يشتغل، يشتغل ويتعب ليه؟ طيب اذا كانت الحكاية كلها اكل وشرب وضحك وخلاص، اذا كمان خلق الانشطة، ان احنا نخلق انشطة. على فكرة الأطفال يحبوا يشتغلوا، يحبوا يمدوا إيديهم. شفت في كنيسة من الكنائس كاهن نشيط كده في أمريكا، خلى العيال مسؤولين عن نظافة الكنيسة، وعيال أقل من 10 سنين. فيوم الحد بعد اليوم الطويل بتاع إيه القداس ومدارس الأحد والأغابي بيجوا على الساعة 3، الكنيسة دي بتبقى مبهدلة والبيزمنت مش عارف شكله إيه، العيال الصغيرة كلها ما تروحش. ليه؟ يرجعوا الكنيسة بتبرق، ودي خدمتهم، فيبقوا اكسايتد او مبسوطين جدا انه هنرجع لك الكنيسة تبرقه، فمعتبرينها خدمة ففرحانين، فمستنيين لغاية الظهر عشان يعملوا الخدمة بتاعتهم. طيب يبقى احنا نقدر نخلق افكار انشطة، يعني تخلي الطفل نشيط. طبيعي اللي بيعمل كده سهل اوي يعمل كده في بيته برضه، خلاص ابتدى يعمل حاجة بيلاقي نفسه فيها يقدر يعملها في حتت كتيرة. يبقى خلق الأنشطة، كنترول الميديا، موديل أو قدوة الأب والأم والخادم والمدرس والكاهن التأديبات بقى يجي موضوع الإنذار والتأديب مع الكسل. لا، لو قعدنا كده ما بنعملش حاجة لازم هيبقى فيه تأديب،
بصوا الكتاب المقدس قال ايه؟ قال من لا يريد ان يعمل لا ياكل. ده معناه ايه؟ اللي مش هيتنشط ويشتغل ما ياكلش. طب هيموت يا رب؟ يموت. يعني مش حرام؟ لا مش حرام، هو اللي موت روحه لهذه الدرجه. هدي بقى رولز، قواعد. فطلع لنا مثلا كتير قوي من اخوه الرب اللي اتعودوا يسرحوا على الكنايس، هما طلعوا من صغرهم كده، شاف ابوه وامه بيروحوا الكنيسه يجيبوا 10 جنيه. طب يذاكر ليه؟ ويشتغل ليه؟ هو هيطلع يعمل الشغله دي، مفيش داعي يتعب نفسه. فبوظنا جيل. انما لازم يتقال له لا مفيش فلوس تشتغل، وعشان تشتغل روح ذاكر وتفوق، ولما نشد شويه كده هيذاكر ويتفوق ويطلع شخص مجتهد، خلاص يبقى انا انقذته بعيلته كمان. فالشده مطلوبه في وقت. احنا ساعات بندلع عيالنا، وفي ناس كتيره اللي تربت بشده تستخسر تشد على عيالها، يقول لك عاوز اريح عيالي اي حاجه اجيبها له، اكمنه يا عيني كان محروم شويه. بالعكس، انت الحرمان طلعك جدع، طلعك مجتهد. لو ريحت عيالك زياده مش هيعجبهم العجب، ومش هيبقوا عاوزين يتعبوا. فلازم يتحرموا شويه، ولازم يتشد عليهم شويه، حتى لو عندك امكانيات كتير. انا مره قعدت مع راجل مبسوط يعني، ففوجئت ان ابنه في اولى جامعه بيركب مواصلات. انا عارف انه يقدر يجيب له عربيه وعربيه بسواق كمان. قال لي لا، ما انا اتمرمطت، ما يتمرمط، انا عاوزه ينشف. وانا ليه خليه بقى راكب عربيه اخر موديل ويتمنظر على اصحابه؟ انا عاوز ابني راجل وهو مش زعلان، احنا اصحابه متفاهمين. عجبني انه ابنه مش زعلان منه ولا فارق معاه، خلاص هو مقتنع انه انا لازم اتعب زي غيري، ايه المشكلة يعني. ووعده يعني على تالتة هيجيب له مش عارف عربية يعني. بس في نفس الوقت هو باصص لقيمة معينة خايف تروح منه. انا مش عاوز ابني مرفه يتأمر على السواقين ويتحكم في الناس كلها وقاعد ما بيعملش حاجة، مش ده النجاح خالص يعني. يبقى غرس الفاليو بيبتدي من الصغر، بقدوة، بحكايات. كل حكايات الانجيل طبعا كل القديسين نشطة بطبيعتهم، هتلاقيش قديس كسول ابدا، مش هتلاقي ولا واحد كسلان في السماء، مش ممكن، الفئة دي مش موجودة. وبعدين الاقناع، تحفيز، وننتهي بالتأديبات والانذارات.